السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف التاسع في مدارس الحكمة الدولية. معكم الأستاذ باسل خانجي، مدرس مادة الفيزياء. طلابي الأعزاء، طلابي الغاليين، طلاب صف التاسع الغاليين على قلبي جدا جدا جدا، سوف نبدأ إن شاء الله في دروسنا القادمة في مراجعة بعض الدروس المهمة التي أخذناها منذ البداية. طبعا من الدروس المهمة أعزائي الطلاب التي تم أخذها منذ البداية وهي البحث الأول، الكهرباء الساكنة. طبعا بالنسبة للكهرباء الساكنة سوف نمر بشكل سريع لمراجعة أهم الأفكار المهمة فيها. نرجو أن نعطي الاستفادة للجميع ونرجو متابعتنا أيضا من قبل الجميع. طبعا بالنسبة لعدد الدروس بالنسبة لهذا البحث يمكن أن يأخذ معنا درسين، يمكن ثلاثة، يمكن أكثر، لا فرق، فنحن متواصلون في الآطاء. بالنسبة للمراجعة هنا سوف نبدأ الآن، نرجو كتابة أهم الملاحظات معي ونرجو أخذها بعين الاعتبار. سوف نبدأ الآن نقرأ قليلا من الكتاب. طبعا بالنسبة للكهرباء الساكنة تكلمنا عنها كثيرا، الكثير منا من أحيانا يفعل هذه التجارب البسيطة، كيحك القلم قليلا بالرأس ويضعه على قصاصات الورق فنلاحظ انجذاب قصاصات الورق، البالون كذلك الأمر في حال حكه قليلا بشعر البنات الكثيف، وبالتالي أيضا عند وضع قصاصات الورق سوف يحصل تجاذب. هذه الظواهر كلها مكتوبة هنا عزيزي الطالب. طبعا يمكن النظر إلى هذه الصورة توضح لك عن ماذا نتحدث. طبعا هذه الظواهر كلها يمكن تفسيرها، طبعا هنا يوجد أمثلة كثيرة، هذه الظواهر يمكن تفسيرها بالشحن الكهربائي أو بالكهرباء الساكنة. سوف نقرأ هنا ونشرح بعض الأمور المهمة. طبعا عزيزي الطالب من المعروف أن المادة تتألف من جزيئات صغيرة جدا تدعى بالذرة، طبعا وقد أخذتم في مادة الكيمياء وأيضا راجعنا في مادة الفيزياء بأن المادة تتألف من ذرات، والذرات تحتوي على نواة ومدارات حولها، والنواة تحتوي في داخلها على بروتونات ونيترونات، البروتونات موجبة، النيترونات معتدلة الشحنة، وأيضا تدور حول النواة في المدارات الإلكترونات، والإلكترونات طبعا تكون سالبة الشحنة. هذا كله موضح هنا في رسمة هذه النواة. تحتوي الذرة إلكترونات سالبة الشحنة تدور بسرعة عالية جدا حول النواة التي تحتوي على بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة الشحنة. ترتبط الإلكترونات بنواة الذرة بقوة مقاديرها متفاوتة حسب بعدها عن النواة. أن معظم ذرات المواد تكون متعادلة كهربائيا، عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات. هذه الملاحظة أيضا مرت علينا كثيرا بأن جميع الذرات بأغلب الأحيان تكون متعادلة كهربائيا، أي عدد البروتونات يكون يساوي عدد الإلكترونات. في حال كانت الذرة مشحونة بشحنة سالبة فيوجد لديها فائض في عدد الإلكترونات، أي عدد الإلكترونات أكثر من عدد البروتونات، وحسب الشحنة السالبة يكون لدي زيادة في البروتونات، عفوا في الإلكترونات. يعني إذا كان لدي سالب واحد وبالتالي زيادة إلكترون واحد عن البروتونات، مثلا البروتونات 10 وبالتالي الإلكترونات سوف تكون 11، والعكس صحيح في حال كان لدي موجبة وبالتالي خسراني الكترون، وهذا يعني بأنها العدد الالكترونات ينقص عن البروتونات بحسب مقدار الشحنة الموجبة الموجودة هنا. نكمل الآن نوع الشحنة الكهربائية. هناك ذرات في مواد تفقد بعضا من الكتروناتها الخارجية بوجود مؤثر خارجي يساعد على ذلك. طبعا نعلم بأن أغلب المعادن عزيزي الطالب كما أخذنا في مادة الكيمياء تفقد الإلكترونات وتعطي تكافؤها الموجود، يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة. أيضا نقرأ هنا ونكمل، فإذا حصل نقص في عدد الإلكترونات الذرة بسبب هروب بعض منها إلى خارج الجسم تصير الذرة، وأنا أعترض على كلمة تصير، يجب أن تكتب تصبح، تصير الذرة أيونا موجبا ويكون الجسم مشحونا بالشحنة الموجبة. هذا كلام معروف أيضا. أما الجسم الذي تكتسب ذرته بعضا من الكترونات ذرات الأجسام أخرى تصير الذرة أيونا سالبا ويكون الجسم مشحونا بشحنة سالبة. هذا الكلام أيضا تكلمنا عنه كثيرا. طيب من
المهم أن تعرف المعلومات التالية: البروتون داخل النواة الذرة وشحنته موجبة ومقدارها يساوي مقدار شحنة الإلكترون. هذه أول معلومة وهي معلومات قديمة نعود للتذكرة بها. إن شحنة الإلكترون أو البروتون تعد أصغر وحدة قياس للشحنات. هذه أيضا معلومة مهمة. كل هذه المعلومات الموجودة هنا يمكن أن تأتينا كاختيار متعدد بالنسبة للنظام التركي وأيضا للنظام العراقي بذات الأمر. نكمل. إن شحنة أي جسم مشحون تساوي مضاعفات صحيحة لمقدار شحنة الإلكترون. يعني أي جسم يمكن أن يكون شحنته ضعف شحنة الإلكترون أو 3 أضعاف شحنة الإلكترون أو 4 أضعاف، يعني هي من مضاعفات شحنة الإلكترون، يعني تقبل القسمة على شحنة الإلكترون. لقد أوضحت التجارب أن مقدار شحنة الإلكترون تساوي هذا المقدار. معلوم أيضا يمكن أن تحفظه عزيزي الطالب ويمكن أن يأتينا ضمن المسائل، يفضل حفظه في حال أن أتانا سؤال اختيار متعدد أو اختار الإجابة أو صح وخطأ إلى آخره. وأن الكولوم هي وحدة قياس الشحنات الكهربائية. الكولوم الواحد يعادل كمية من الكترونات عددها 6.25 مضروبة ب10^18 الكترون. والكولوم وحدة كبيرة وأجزاؤها الشائعة للاستعمال هي 1 نانو كولوم تساوي 10^-9. يعني يمكن التحويل من النانو إلى الكولوم وذلك بضرب القيمة ب10^-9. أيضا يوجد لدي واحدة المايكروكولوم، وحتى المايكروكولوم يمكن تحويله إلى الكولوم بالضرب ب10^-6. الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها والشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضها. هذه معلومة قديمة جدا للمراجعة. شحنات متشابهة يعني موجب موجب تتنافر، شحنات مختلفة موجب سالب تتجاذب، والعكس صحيح طبعا. هذه النشاطات كلها مررنا عليها عزيزي الطالب. نعود للتذكرة هنا: سالب موجب سوف يحصل تجاذب، موجب موجب سوف يحصل تنافر، سالب سالب سوف يحصل أيضا تنافر. معلومة سهلة جدا. طيب، توجد 3 طرائق. طبعا هنا شحن المادة بشحن المادة بالكهربائية، تمام؟ طيب، توجد 3 طرائق لشحن الأجسام بالكهربائية الساكنة. هي نبدأ بالطريقة الأولى، الشحن بطريقة الدلك. أول طريقة هنا لدينا عزيزي الطلاب الشحن بطريقة الدلك، طبعا أخذناها سابقا كما قلنا في بداية الدرس هنا بأننا إذا أخذنا بالون وقمنا بالاحتكاك في الرأس سوف نلاحظ بأنه عند وضعه على قصاصات الورق سوف يحصل هناك تجاذب، وبالتالي هذه الطريقة الأولى لهي. طيب، لو قرأنا قليلا: إذا دلكت بالونا بقطعة من الصوف ستظهر شحنة موجبة على قطعة البالون نتيجة لفقدها بعضا من الكتروناتها، بينما تظهر شحنة سالبة على البالون. طيب، عند الدلك عزيزي الطالب سوف يحصل انتقال للإلكترون من مادة إلى أخرى، وبالتالي المادة التي تحصل على الإلكترون سوف تصبح سالبة والمادة التي سوف تفقد الإلكترون سوف تصبح موجبة، وبالتالي سوف يتولد لدي شحنة هنا ساكنة مشحونة لبعض الوقت وليس لكثير من الوقت. طيب، نكمل قليلا: نتيجة لاكتسابه تلك الإلكترونات، وإذا علقت البالون المشحون بالشحنة السالبة بخيط من مادة عازلة وقربت منه قطعة الصوف المشحونة بالشحنة الموجبة تجد أن قطعة الصوف هذه تجذب إليها البالون. هذا الكلام الذي تكلمنا عنه عزيزي الطالب. طيب، الطريقة الثانية وهي طريقة التماس. علق كرتين من نخاع البيلسان بوساطة خيطان من مادة عازلة ومن نقطة واحدة. اشحن احدى الكرتين بملامستها لساق من الزجاج مدلوكة بالحرير ثم اتركها لتلامس الكرة الاخرى غير المشحونة. تلاحظ بعد ذلك ابتعاد الكرتين عن بعضهما البعض، وهذا يدل على أن الكرة الثانية غير مشحونة قد اكتسبت قسما من شحنة الكرة الأولى بالتماس.
نحن قلنا تلامس في البداية. معلش أعزائي الطلاب، يبدو أنني قد جعت قليلا، لم أعد أستطيع القراءة. طيب نكمل. إذا نعود الآن، بالنسبة لي التماس، نشحن إحدى الكرات ونضع كرة أخرى بالجهة المقابلة، فعندما تلمس هذه الكرة سوف يتم شحنها بنفس الشحنة كما هو موضوع هنا في الصورة. طبعا يعني الأمر بسيط جدا ولا يحتاج إلى الكثير من الشرح. إذا الطريقة الأولى كانت الدلك، الطريقة الثانية كانت التماس. الطريقة الثالثة وهي طريقة الحاس، وهي طريقة مهمة جدا تكلمنا عنها أيضا، يمكن شرحها من هنا عزيزي الطالب. انظر A B C D E، تكلمنا عنها كثيرا من زمان. طيب، كرة معدنية معزولة متعادلة، يوجد هنا لدي ساق مطاط مشحون، مشحونة بشحنة سالبة، وهذه الكرة قد تم شحنها من هذا الطرف بالموجب ومن هذا الطرف بالسالب. تمام، ماذا قيل هنا؟ نقرب من الكرة ساق المطاط المشحونة. تمام، عند تقريبها توصيل الكرة المعدنية بالأرض. تمام، الأرض هنا ذات الأمر. طبعا الأرض يجب أن ننتبه بأنها عند توصيلها في الشحنة السالبة سوف تمتص الشحنة السالبة هذه الأرض، عند امتصاصها الشحنة السالبة سوف يتبقى لدي هنا الشحنة الموجبة. نقطع اتصال الكرة بالأرض مع بقاء ساق المطاط بالقرب من الكرة، نبعد ساق المطاط عن الكرة، ستتوزع الشحنة بانتظام بجميع أنحاء الموصل، وبالتالي حصلت على موصل مشحون بشحنة موجبة. نعيد بشكل سريع، موصل شحناه بشحنة، طبعا الشحنة سوف تكون متعادلة، عدد السالب يساوي عدد الموجب. جميل جدا، عند تقريب ساق المطاط المشحونة بشحنة سالبة سوف نحافظ على الموجب، ثم نصل من الطرف الآخر الموصل ذاته بالأرض، وبالتالي سوف تمتص الأرض الشحنات السالبة. نقطع الاتصال بالأرض، سوف يبقى لدي الموجب، نبعد الساق المشحونة بشحنة سالبة سوف يؤدي إلى توزع الشحنة المتبقية داخل الموصل، وبالتالي حصلت على موصل مشحون بشحنة موجبة. طبعا هذه بالنسبة لطرق الشحن. هنا نعيد طريقة الدلك، دلك بشكل بسيط، يتحرك الكترون من مادة إلى أخرى، التي تأخذ الكترون تصبح سالبة والتالية تصبح موجبة. الشحن بطريقة التماس، كرة تشحن بإحدى الشحن وعند تماسها بكرة أخرى سوف تأخذ نفس الشحنة. الشحن بطريقة الحاس كما ذكرنا منذ قليل، لا داعي للإعادة لها. ننتقل الآن إلى الكشاف الكهربائي. الكشاف الكهربائي هنا جهاز يستعمل في تجارب الكهرباء الساكنة لأغراض: واحد، الكشف عن وجود الشحنة لمعرفة نوع الشحنة. غرضين مهمان للكشاف الكهربائي عزيزي الطالب، أول غرض كشف وجود شحنة، معرفة وجود شحنة، ثاني غرض وهو نوع الشحنة. تصنع الكشافات الكهربائية بأشكال مختلفة، يتألف الكشاف الكهربائي من، طبعا كلها هنا نظرية يعني مواد نظرية يجب أخذها بعين الاعتبار: واحد، ساق مصنوعة من المعدن، اثنان، قرص معدني أو كرة معدنية تصل بالطرف العلوي للساق، ورقتين رقيقتين أو شريطين من الذهب والألمنيوم تتصلان بالطرف السفلي. هذا هو طبعا الكشاف الكهربائي، يوجد قرص في الأعلى ومتصلتين بورقتين بهذا الشكل، عند وجود شحنة سوف تبتعد الأوراق عن بعضها البعض. تمام، صندوق من الزجاج أو المعدن أو الخشب، سداد من الفلين أو المطاط في الجزء العلوي، هذا هو الكشاف. عند تقريب، لاحظ في الصورة هذه الوسطى عزيزي الطالب، عند تقريب جسم مشحون سوف تبتعد الورقتين عن بعضهما البعض، وبالتالي هنا استدليت على وجود شحنة. طبعا هذا مبدأ عمل الكشاف ذات الأمر. شحن الكشاف الكهربائي، نشاط، هذا عبارة عن نشاط لا نحتاجه، سوف نلجأ الآن إلى المهم، بعض التطبيقات العملية عن الكهرباء الساكنة. اختلاف المواد من حيث توصيل الكهرباء، هذا مهم أيضا. تقسم المواد من حيث قابلتها للتوصيل إلى موصلة، عازلة، وأيضا يوجد لدي أشباه موصلات. طيب، يوجد هنا لدي موصلة وعازلة فقط. بالنسبة للموصلة، اكتب عزيزي الطالب ما هي فرقها عن العوازل. كلاهما مواد، كلاهما يحتوون على ذرات والكترونات، وكلاهما تتألف من ذرات
كما أخذنا سابقا بأن المادة هي عبارة عن مجموعة من الذرات. الفرق بين الموصلات والعوازل، سجل عزيزي الطالب، الموصلات تحتوي على إلكترونات حرة الحركة تسمح للتيار الكهربائي بالتنقل، أما بالنسبة للعوازل تحتوي على إلكترونات مقيدة في الحركة ولا تسمح للتيار الإلكتروني بالمرور. نقرأ هنا أيضا، الموصلات هي مواد تحتوي وفرة من الشحنات الكهربائية السالبة الضعيفة الارتباط بالنواة، ومن أمثلتها النحاس، الفضة، الألمنيوم. طبعا أغلب المستخدم في أسلاك التوصيل النحاس، وذلك لرخص ثمنه وغيرها. تتحرك الإلكترونات خلال هذه المواد بسهولة. العوازل هي مواد لا تتحرك فيها الشحنات الكهربائية بحرية، مثل الزجاج والصوف والمطاط وغيرها. إلى هنا عزيزي الطالب ينتهي درسنا اليوم، نتابع إن شاء الله في دروس سابقة بالنسبة لقانون كولوم، وهنا طبعا وصلنا إلى المهم. نرجو أن تتابعونا أعزائي الطلاب، ونرجو أن نكون قد استفدنا من هذه المراجعة السريعة والبسيطة لما تم أخذه من قبل في المدرسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.